اهلا بيكم في حلقه جديده النهارده، فيديو جديد عن الابراج. والنهارده هنتكلم عن اهم نصايح وتنبيهات وتوقعات لبرج العقرب لشهر فبراير 2021. يا جماعه معلش انا بردانه قوي، فانا لابسه هدوم كتير جدا، وزي ما وريتكم المره اللي فاتت حاطه البطانيه جنبي عشان يعني ايه اتدفى بقى. فاحنا ايه هنقعد ندردش مع بعضينا كده في ايه وانا متدفيه ولسه شايله والله كوفيه بس عشان خاطركم. طيب النهارده هنتكلم عن برج بحبه جدا وبرج مهم قوي في القناه، هو برج العقرب وبرج من اعلى الابراج نسبه مشاهده. فعايزه احيي كل مشاهديني ومتابعيني من برج العقرب. طيب برج العقرب، ماذا يشعر برج العقرب وطاقه برج العقرب واهم نصايح وتوقعات لبرج العقرب؟ كالعاده بليز ما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا، على انستجرام وعلى الفيسبوك. عايزين نوصل انستجرام ل 2 مليون فولور، سوري لمليون 100,000 فولور، والفيسبوك ل 2 مليون فولور، واليوتيوب لمليون سبسكرايبر. طيب يا جماعه، برج العقرب شايفه ان انت ممكن تكون الفتره دي ملخبط نفسيا شويه، يعني عندك لخبطه نفسيه وعدم استقرار نفسي، لان عندك افكار كتير قوي بتتصارع في مخك يا برج العقرب. يعني ممكن تكون بتفكر مثلا تعمل مشروع جديد، بتفكر تغير شغلك، ممكن تسيب شغلك، تفكر تعمل شيفت كارير. فعندك افكار كتيره متضاربه وعكس بعضها في دماغك، بتفكر كتير جدا جدا، ممكن تكون ما بتنامش كتير بسبب كثره التفكير. واكتر حاجه شاغله بالك هي الشغل، يعني شايفه ان انتوا بتدوروا على شغل جديد، عايزين تعملوا مشروع، بتفكروا في فرصه عمل جديده. بس انا شايفه ان برج العقرب موضوع الشغل واخد حيز كبير جدا جدا من تفكيرك، او انت بتحاول ان انت تركز على حاجات كتير جدا جدا في شغل. بس عندك افكار كتيره، منها حاجات مش هتنفع وحاجات وهميه وحاجات هتقدر تكملها وهتقدر تعملها. فانا بشجعكم يا برج العقرب ان انتوا تعملوا بريوريتيز، او ان انتوا يعني تنسقوا او يعني ايه تبريوتيرايز اللي اسمها ايه، تعملوا اولويات في شغلكم، الحاجات اللي هتنفع، الحاجات اللي صعبه دلوقتي، الحاجات ممكن تتاخر شويه، يعني نظموا نفسكم شويه. حاول تقلل تفكيرك بالليل، يعني فكر الصبح، لان انا شايفه ان انتم ممكن تعملوا محتاجين تعملوا شفت كده ليومكم، تناموا بدري وتصحوا بدري، لان العقرب كان يومه مقلوب بقاله فتره. لسه كانت صاحبتي عندي بقولها يعني انت كان يومك مقلوب يا مها بقالك فتره. طيب برج العقرب كمان شايفه ان انتوا عندكم بروجكت جديد بتفكروا فيه، او مشروع جديد، او حاجه واخده حيز من تفكيركم، بشجعكم عليه. بس زي ما قلت يعني ادرسوا كويس المشروع، ايه الحاجات الكويسه وايه الحاجات الوحشه، ايه الحاجات اللي ممكن تخسرك، ذاكروا المشروع كويس. اوكي طيب على المستوى العائله، شايفه عندك تصالحات كتير جدا، ممكن تكون كنت زعلان مع حد في العيله او مع الاصدقاء، هتبدا تتصالح معاهم. فعندك تصالحات كتيره جدا، هتبدا تتصالح، هتبدا يعني ناس كتيره مثلا كنتوا زعلانين من بعض ما بتتكلموش مع بعض، هتبداوا تتكلموا مع بعض. فشايفه في يعني ايه تقارب مع وجهات النظر. وعلى نطاق العلاقات، عندك علاقات جديده هتبتديها كتير قوي يا برج العقرب، يعني هيبقى عندك ناس جديده هتدخل حياتك، علاقات جديده، صداقات جديده. الفتره دي فتره الحاجات الجديده، يعني انا شايفه ان شهر فبراير شهر التجديد عند برج العقرب، حاجات كتيره جدا هتتغير في حياتك، منها شكلك، طريقه تفكيرك، طريقه تعاملك في الشغل، علاقاتك. شايفه ناس كتير جدا جدا داخله جديد حياتك يا برج العقرب. طيب برج العقرب كمان شايفه عندكم في العمل زي ما قلت فرصه عمل جديد، يعني ممكن تشتغل شغلانتين مع بعض، او يبقى عندك مصدرين رزق، او يجي لك فلوس من مصدرين، مصدر اساسي اللي هو انت بتشتغل فيه او حاجه شغلك، او ممكن مثلا حاجه بتاخدها يعني زياده بارت تايم، مثلا فلوس انت مستنيها متاخره عليك، فلوس حد كان عليه فلوس ليك هيرجعها لك، فلوس كانت متاخره ليك هتاخدها. وشايفه ان عندك تسديد ديون، برج العقرب الابراج المديون الفتره اللي فاتت، فشايفه ان انت هتقدر تسدد جزء كبير جدا جدا من ديونك يا برج العقرب. كمان يا برج العقرب شايفه ان انتوا، انا شايفاك زعلان شويه، او شايفاك عندك فراغ عاطفي، حزين، مش مبسوط قوي. يعني الفتره دي مش هقول لك ان انت في احسن احوالك، بس انت بتثابر يعني، او بتحاول ان انت تخرج من الطاقه اللي مش عاجباك دي، او بتحاول ان انت ما تستسلمش لطاقه الزعل والحزن والالم. فانت عايز كانك بتقوي نفسك علشان تفوق وتقوم وتخرج من هذه الطاقه. كمان يا برج العقرب شايفه ان انت في ناس من يعني هتستعين باصدقائك او ناس قريبه منك ان هم يخرجوك بره طاقه الزعل، بره طاقه الحزن، بره طاقه المضايقه اللي جواك. طيب قولوا لي يا جماعه القراءه دي تتفق معاكم ولا لا، قولوا لي تتفرجوا عليا من فين، وانتوا برج ايه وعندكم كام سنه كمان. طيب تعالوا بقى نقول على برج العقرب والحب. شايفه ان انت كان عندك انفصال قريب يا برج العقرب مع شخص قرر ان هو اللي يمشي ويسيبك، يعني الشخص ده فضل طرف ثالث عليك، يعني ممكن يكون مشي راح لطرف ثالث، مشي وسابك علشان حد تاني يعني شده او حاجه زي كده.
نصيحة عايز اقوله لك ان انت انسى الماضي يا برج العقرب، لان الماضي مش حاجة فعالة في مستقبلك. يعني مش شايفة ان عندك عودة للماضي خالص، بالعكس شايفة عندك حاجات جديدة. فبالتالي حاول ان انت تفعل ما بوسعك ان انت تتحرر من طاقة التعلق بالماضي. انا شايفاك اوريدي بدأت ان انت تخرج بره الطاقة دي، او بدأت تنسى الشخص ده، لان الشخص ده شايفاه شخص اناني، شخص انتهازي، شخص مصلحجي. هو ممكن يكون كان بيستغلك يا برج العقرب، كان بياخد منك مصلحة شخصية، هو كان بيحبك بيحبك، بس هو في الاخر شخص اناني او بيدور على مصلحته الشخصيه، فهو في الاخر ممكن يكون سابك علشان يروح لمصلحه اخرى، او الطرف التالت اللي اخده شايف مصلحته معاه، شايف ان هو مستفيد مع الشخص ده، فعشان كده هو ما مفكرش على طول، قرر ان هو يسيب الحب لان هو كان بيحبك، ويفكر في مصلحته الشخصيه، ويفكر ازاي هو يدور على اكتر مكسب ليه. برج العقرب كمان شايفه ممكن تكون في الاول كنت زعلان او متضايق او حزين او في يعني حتى يعني، بس الشخص ده يعني ندمان عليك يا برج العقرب، حاسس بقيمتك قوي. وعلى فكره هو مش هو بيحبك، بس هو فكر في مصلحته، او هو شخص اناني، فالشخص ده هيفضل يندم عليك، وخاصة لما هيجرب الناس اللي بعدك، فهو هيحس بطاقة ندم، بس هو هيتحرج ان هو يبين زعله او ندمه عليك، لان هو هيشوف ان انت ان هو سابك بطريقة مش لطيفة، او سابك بطريقة مش كويسة، فمش هيبين زعله وندمه. وحتى لو بيراقبك هيكون بيراقبك من اكونت فيك، بيراقبك من مش مبين ان هو بيراقبك. هو شخص بيعرف يتحكم في مشاعره كويس قوي، بيعرف يخبي مشاعره كويس جدا. فالشخص ده مش مبين مشاعره الحقيقية، مش مبين حقيقة مشاعره، فهو متعمد ان هو يخبي حقيقة مشاعره من ناحيتك يا برج العقرب. بس انا شايفاك متعطش للحب، بتدور على الحب، عشان كده عندي ليك خبر حلو، انت هيجي شخص يعوضك عن ذلك الشخص، ويعني هيمحب استيكة، سواء ان انت يعني لو انت عازب او لو انت منفصل، في شخص قادم في حياتك، الشخص ده هيقف جنبك، هيسندك، هينسيك الشخص اللي اذاك نفسيا او تعبك نفسيا. الشخص ده هيبقى شخص سبورت، شخص جدع، شخص هيديك حب، هيديك اهتمام. شايفك هتتعرف عليه وهيدخل حياتك قريب. ممكن تكون هتتعرف عليه من الشغل على فكره، او حاجه ليها علاقه في الشغل، او مواقع تواصل اجتماعي، او عن طريق صديق مشترك. بس شايفه ان الموضوع هيبقى ليه علاقه بشغلك، يعني ممكن انت تتعرف عليه عن طريق الشغل. فالشخص ده هيغير حياتك، هيغير مفاهيم حياتك، وهيخليك تهتم بنفسك اكتر. يعني شايفه العقرب الفتره دي عنده نيو لوك قوي جدا جدا يا برج العقرب، شايفاك اكثر جاذبيه، وانت هتبقى جذاب لاشخاص كتير جدا، يعني هتقدر تجذب اشخاص كتير قوي قوي يا برج العقرب. عندكم نجاحات، عندكم تفوق، عندكم نيو ستايل، هتغيروا في النيو لوك، تغيروا لون شعركم، تعملوا دايت، تعملوا مثلا هتعملوا حاجه، تعملوا عمليات تجميل، في تغيير قوي جدا جدا في شكلكم الفتره الجايه، هيخليكم جذابين اكتر وحلوين اكتر، وهيزود معجبينكم، وهيبان شكلكم اصغر، سواء رجل او امراه على فكره. فانت الفتره شهر فبراير هتكون اكثر جاذبيه، اكثر جمالا، اكثر انطلاقا، وده اللي هيخلي المعجبين كتير حواليك، وناس كتير كتير تخش حياتك يا برج العقرب. فشايفه عندك شخص هيدخل حياتك قريب، الشخص ده هيقدم لك دعم نفسي، هيدخل حياتك في فتره انت كنت محتاج الحب، او محتاج الاحتواء، محتاج الحنيه. برج العقرب من الابراج الحنينه جدا، واللي بتهتم وبيبقى عايز حد يهتم بيه، عايز حب، ما بيعرفش يعيش من غير حب. فشايفه الشخص ده هيديك الحب اللي انت عايزه. قولوا لي يا جماعه انتوا فعلا في شخص رحل عنكم، والشخص ده رحل بسبب انانيه منه، وانتوا كنتوا زعلانين عليه، بس خلاص بدات تتحرروا من الطاقه دي. نصيحتي ليك انسى الماضي، نظم اولوياتك، خلي بالك من صحتك يا برج العقرب. انا شايفه الفتره الجايه ان انت هتهتم بصحتك، بس خلي بالك من صحتك، عشان ممكن يبقى عندك شويه دروبس، فانت محتاج تخلي بالك من صحتك. بيج هارت يا برج العقرب، بحبكم، قولوا لي فعلا هل القراءه متفقه معاكم ولا لا، ومين اللي بتصنط على برج العقرب. القراءه دي باين فيها ابراج ايه؟ باين فيها برج عقرب، باين فيها برج حوت، باين فيها برج اسد، باين فيها برج قوس، باين فيها برج عذراء، باين فيها تور، باين فيها دلو. ثانك يو، بحبكم قوي، بيج هارت، اشوفكم فيديو تاني، باي باي، مع السلامه. وبليز ما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا، واسيب لكم فيديوز هنا في فيديو حلو قوي عملته، سر خطير لازم تعرفوا عن برج العقرب، اتفرجوا عليه وتدعوا لي واعملوا شير كتير كتير.